aan u yeero macallin Cabdirasaaq Haashi oo aayadaha quraanka nagu furi doona xalfada iyada ka bacdana barnaamijkeena gudagali doona bidnillaahi alkariim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم صدق الله العظيم إلهي أجر إيا حسنات هكاسيو إن معنا عبد الرساق وجه دواني دلن يرا وحن ربعينا أوي يرو معنا المصطف شيخ مصطف إمام كم مساجد الرحمة أما دوتك أوي يغانا كابيتال إن أم كسو دوية مكرافونك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعد ولا ليال إلهي وأمهاتك سبحانه وتعالى إلهي أول نقيا لدد مسلمين إلهي سامكم هدينينا نونا سورة قليئنا نسوقني ما أنه هل كان أنه كفر أحسن يعني إن أمد الصوماليات من نمذجة قرن نمذجة هروكة عيدا يأين الشرف هودا أنو كفر أحسن إلهي قاسمكم هذين سبحانه وتعالى وهنكلو ثانيا أنو مهد علينا هي كلن كان قيمها بدندت كسوء أبابولي أيقون وانو مهد علينا هي وادمغ ليسن عبد كافي دقيقة هو كومينهين إن ما يشل سقوي ما دنا الدنيا أن مهيو إن شاء الله تعالى وحن لا يمرك كلمات جرو جاجابا ومراسبة دان كسابسا حفلة دان أحبابي في الله وحفلة سودوين أنا كسودوين إنه لقونا تاجر هيو مدن محمد عبد الله فرماجو وأحمد حوينه مدة الصومالية يا رئيس الوزراء واسعنا هذا مجابي خير أسعنا وحن إن شاء الله تعالى أن إلهي كرجينا إنا إنه إلهي هو شوداس أيق أي حكومة يصور لسه دونام با إن إلهي أفضل ضي سبحانه وتعالى حقيقة مر كارونت كهذا إنه كالفرق عن هذا وكون يهاي يعني مد لبا شخص كليا وكون يهاي وأمد كلن كان سجاء أنا كوي نين إنه من نمط أمد الصوماليات هركع أمد الصوماليات يعني أنا كوي نين إنه يا إني لا يشرف كدوس وعلي سبحانه وتعالى سيدا درت عوا وحنرك هي وجوه أدق مبضا زكريا وحير مركو برلمان كلها الله هي إلا وذي أقل أقل كسرية كان هوسه oo doorashada ay dhacaysay waana arkaa wiir maanta wajoodina waxaan rajaynayaa wiiro qof khayr qaba inaad doorataan baa rajaynayaa wiiri aniguna caawa insha Allahu ta'ala waxaan wajoodan ka arkaa inay ka soo bixi doonto fikir iyo talo iyo dambaal wanaagsan iyo wax tar qiimo leh inuu kulankan caawa ka soo bixi doonaan Ilaahay ka baryahayaa subhanahu wa ta'ala waxaad ogaanaysaan ummada Soomaaliyeed walaalayaal وأمد هل كليا هذا اللي قد وضطه وهل كليا دين كود وهل كليا ودين كإسلام كا وادد اسكو دقنا وادد اسكو هايبا وهل فمل أو كليا ربي وحن كر جينا هي سيدا هل كامد أنونا هاي ما دام ربي كان هل ويا هاي دين كنا جو مدي هاي سومالي نمضى نضو أمد هاي لقد نضو أمد هاي دلشنا نضو هل كليا أي تاي إلهي وحن كبر يا هي إن قلوب تنظر إلى فكر كان لنا إلهي أمد ويهض إلهي كدق سبحانه وتعالى حيا لولا ليال دادكو وحي قيمة يشان أما الشرف أي يشان مركا يهين داد مدايسا أدوكو مركا دس دحدي أنو مدايسا نهي أو هل كليا اللي يهي
يا أمد كلا أما شعوب تكلا أنا أدوق نكو قدرين إيسا لكن كل هدي لك على صح صعدة أنو هل بفكر كيس جوني ده هو الله صعدة أدوق نو أحبت هري ميسد أنو سخام بكو قد عيسى أمدها كلا أما شعوب تكلا أنا أكتو ذقيمة كي يلن ميسد سيسان مركة تانو قد عين ولا ليال وأنا مر لا أركو هدان النهاية أمدها الصوماليات ما لا أركو أنو تشوغنا أما قوة دلك تشوغها أدان أما قوة الدبادة تشوغها أدانه وأنا سيد أمدا الصوماليات من نمادة هذه قرن نمادة هذه عزيز هذا هي سيد كلقب قبنا أنت يدبات هذه اللغة هي اللغة سار لها قفل أركو الصومال وإنه كده دالا ما أهكلية حلك إنه سارن يهاي قف كمركز ما دحدا أنه قد كلية ما هن بل قفل أركا مسؤولية ده سي حلك أي سارن تهاي هدو أقوياء يهاي هدو علماء يهاي هدو سياسي يهاي هدي هو يوين هدي جناحستي يهين دمان وحواجب كوان ومدى الصومالية دور إلى باتن كاسانو دباتة كسو جرتي قاب كي آن الله مدين لها أو دباتة الله نحن دقاي اللغو كالقوب قوي اللغو كالتشيدي يأود ودي الشرف قوي اللغو كالدن تالي قاب كي آنس ما شاء الله إلهي هنو أنفع استغنى أجري حسنات بدا إلهي كسير شيقة هذه أدباء أمها سنتيهين نمان وحنولي قدها كجرنا حفلتي دبال دقا مدحدة الصومالية وغوريو مدحوينينا قرنكا محمد عبد الله محمد فرماجو سيدو كلا قدوميا برلمانكا محمد عثمان جواري برام منستر كنا اما رسول ساريه الصوماليات حسن علي غير سيدو كلا قدوميا غلاها سري محمد عبد حاشي سيدو كلا مدحوينينا اردن انت صوص عطا انت هدرتان lagu dhawaaqay ama la doortay aad iyo aad baa u mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina waan kaga mahadcelinaynaa aad bay u badan yihiin dadka speaker iska caaway laakiin waxaan leenahay madax baan leenahay culimadeena ka sokow ummada Soomaaliyeed ama jaaliidda Soomaaliyeed ee halkan ku nool madax ayay leedahay runtii mudan in maaratay ii sheeg la maamuso oo maaratay ii sheeg wax noo sheegana la hadlaan markana waxaan rabaa inaan u yeero gudoomiyaha jaaliyada Columbus Ohio Hassan Umar Hassan Dheere waxaan leeyahay ila soo dhaweeya sacabkiina iyo moralkiina dhamaantiis waxa weeyaan waa qayb ka mid ah soo dhaweyntiina aad iyo aad baan u mahadsantihiin ku soo dhawaa falinta fadal assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaantiin waa salaamantiin waxaanan runtii u mahadnaqaynaa Ilaahay oo na abuurtay oo meeshan soo kaaya keenay midda labaad waxaan u mahadnaqayaa dadka dhalinyarada Soomaaliyeed oo xafladan soo abaabulay wa ilaahay mahadis caaway inaan u dabaaldegayna dawlad Soomaaliyeed waxaanan anigu inaan hadal iraado uma istaagin badan caawo waxaan u istaagay inaan u mahadnaqo baarlamaanka Soomaaliyeed oo doortay runtii hoggaamiye wax gala waxaan u istaagay inaan u mahadnaqo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Hassan Sheikh oo asaguna si nabada dawladda uga degay markii laga guuleystay waxaan maqli jiray ragba waxay dhihi jireen dawladaha dariska ah nimaysan wadan madaxweyne ma noqon karo aniguna waxaan dhihi jiray warnimayo hadii leader la helo hoggaamiye ah oo Soomaaliyeed oo wax gal ah oo dadka hor socda waxa weeyaan meeshii la doonaa la gaari karaa maama waxa jirtaa askaruhu leeyihiin oo la yiraahdo ninka leaderka ah haduu dhagax ku gabado oo asagu dhagax yar ku gabado askartu buuraha waaweyn bay ku gabanaysaa hadduu calan qaato hor ordana askartu waxay qaadanaysaa 100 calan oo waa ka hormaraysaa macnaheedu waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed wuxuu goobayay muddo fara badan nin hoggaamiye ah oo Soomaali ah oo wadani ah nin taajir ma uusan goobaynin nin ma uusan goobaynin maxaa la dhihi jiray ii sheeg garyaqaana ma uusan goobaynin nin dawlado kale wataan waxay goobayaan dadka Soomaaliyeed nimay wataan waxayna doorteen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah hoggaamiye wax gal ah oo Soomaaliyeed sidoo kale waxaan runtii inaan ilooba maahan jawaari oo ah baarlamaanka afhayeenka baarlamaanka oo runtii qayb weyn ka qaatay hawshan sidoo kale maxamed cabdi haashi oo ah ninka aqalka sare madaxda ka ah oo dadka soomaaliyeed oo dhan u yaqaanaan wadani geesi ah oo kiciyay dadka soomaaliyeed asaga iyo nin leeyahay maxamed cabdi yuusuf aanan waligaa hilmaamin taariikhdooda labadaa nin waxaan kaloo runtii ku faraxsanahay soo dhaweynaya magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee Hassan Cali Khayre oo ah nin dhalinyaro ah
oo mudafara badan dad Soomaali ah oo waxay akhristaan Facebook oo waxay akhriyaan waxay ka sheegan waligeen hadaa aragtay nin nin shisheeya ah oo diiday igad baa loo diiday waxa loo diiday igul baa loo diiday hadaa arta nin dad shisheeyo ay diidayaan waa nin Soomaali ah oo ogaada niyada gashada sida daraadeed ninkaas waan soo dhaweeyayna isagana mid kale oo raacinaya waxay tahay annagu 26 sanadood baan dhibaato ku soo jiray Soomaali hadaynu nahay walana dhibaatadii waa ku jirnaa aruurahan waa qahayaan dadkeena xiriir qaxootiba ku jira wali waa la qaybsan yahay waxaan idin ka codsanayaa intaana meesha fadhida caawo intaanan meel kale tagin qof walba qofka ku xiga ku jeeso oo salaan oo cafi waan idin ka codsanayaa intaana meesha fadhida qof walba qofka ku xiga cafi oo gacanta saar mucaaradnimo soo aragnay shisheeye nin wadaba socda soo aragnay Soomaali la soo qaybiyo soo aragnay gaajo soo aragnay Soomaaliya hamidowdo dadkeedu hamidoobo ha iskaashato tuuga iyo beenaalaha iyo ninka dadka isku dirayaana Allah ina dhaafiyo dumarkayaga waa rafaaday aruurtayada waa rafaaday dadkayaga waa baabay midna maan u baahanahay walaalnimo aan u baahanahay iskaashi baan u baahanahay gudaha iyo dibadda intaa markaan dhaafo nin Mareykan ah oo maalin dhawayto khudbeynayay ninka Ingiriiska wuxuu ahaa baa maamaha oo ku maamahay far kaliyo fool ma dhaqdo haddaynaan dawladda taageerin oo aynaan si sharaf leh u garab istaagin dawladdu ma soconayso dadka Soomaaliyeed baa dawladda iskale ninna male qabiilo male waxaan kaloon soo raacinayaa ninka sheekha oo sharafta badan leh oo halka fadhiya haddii dadko dhan oo caayaan oo ninka la caayo oo caawo dhan wax laga sheego ninka sheekha ahu ninna dhageysan maayo wax uu sheegayo qiimihiisa oo dhan baa la dilay waxa la dilayaa waa diintii dadka Soomaalida guryaha oo dhan marka la joogo qabaailada la caaya dadka la caaya caruurteenu waxay la koraysaa hadhowda ayagu wax caayaya dadka anigu bedello inaan is amaano anigu bedello qabiil qabiil ka fiican ma jirin nin walba waa hooya dhashay dadku waa walaalo nin ninka fiican ma arko Soomaali waa mid dad muslim ah inay dhaqan baan wadaagnaa culture baan wadaagnaa walaalo inuu nahay Ilaahay waxaan ka baryayaa inaynu garano waxa aynu sunnahay waxa kaloon soo raacinaya dawladda Soomaalida waxaan ka codsanayaa dadka Soomaalida banaanka ku nool Soomaaliya waxa ka jirta abaar aad u xun baa ka jirta dhibaato aad u weyn baana ka taagan inagu waxaan unana waa haysanaa waana shaqaysanaa waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan sidii dadka Soomaaliyeed abaaruhu haysan oo qayb qaadan lahaayeen oo ay wax uga bedeli lahaayeen waan iska codsanaynaa si wada jir ah oo aan qabiil ahayn waxaan ogahay dhowr kooxood oo qolo walbaaba lacag ay hayso Soomaali waa mid isu taga ninkii magac doonayo kaliya magac heli maysid wada jir baan magac ku heli karnaa hadda waxa filaysan waa heesta astaanta qaranka ma heesta calanka heesta astaanta qaranka aan qaadayna waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan u sare istaagtaan qarankii inta ka hartay waa lafihi qaranka ka haray abwaankii sameeyay heesta astaanta qaranka ee Soomaaliya ee tooso ninkii sameeyay emirheeda alifay ayaa nasiib u leena caawinu nala joogo adeerkay Cali Mire Cawaale fadla ila soo dhaweeyay waa yahay intaan heesta qaranka sheegin ayaa waxaan doonayaa inaan laba qof ka hadlo laba qof ereya ay yiraahdeen labada qof waxa weeyaan nin wuxuu ahaa nin isagoo magaraasa ku dhacdaan ku ogaa meel DC ah markaasi wuxuu yimid iyadoo nin Soomaali meeshii fadhiyo madax ka yahay maba ogeyn intuu arkay Soomaaliga arko ka dib u noqdo marka si loo dhisigii me marka si jamaa ka fadhiya marka si Soomaaliga ha Soomaaliga waxba waydiisay ma jiro iska tiki ka waan marka waxaan kala arkay gabadh shaqo jirtay ayaa nimba wuxuu siin jiray Soomaaliya konta shilin iyo masruuf iyo aan ga siin jiray gabadhii intay ka tagtay ee nin talyaani u tagtay iyadoo xamaasho bahal bay xamaashaa raashil ma siiyo maalintii shilin ma siiya shilinka bas bay qaar ku soo raacda waa shilin waan weydiiyey waxaan idin haddii aad intaa qaadan jirtay oo ninka Soomaali lacagta ku siin jiray maxaa talaaniga uga yaa uga diyaartay lacagta yar ku siinaya waa jira Cali waxaad adigu ilowsan tahay iminka waxaan u shaqeeyaa senior senior baan shaqeeyaa nacad baan shaqeeyaa halkaas ilowsan tahay wax jira waxaan kule anigu waxaan kuleeyahay marka u horeysa horta hablaha maamahayga waxaa ka mid ah ninkan gabadhaanina waa gablan ninkan gabadhaanina waa gablan
مركوا هاي مركاتي وراي حولها بدنا تريتا واكوا هذا الكلام سوى قامنا يا هسي قرا دي قاضي ها هسا ثاني هسا على كما ما هسا قرنك هسا قرنك ها هي ها سومالي توسا توسا يسكتير صداي هاد باكين تاك تراني تاك رغاليكيني سومالي توسا توسا يسكتير صداي هاد باكين تاك تراني تاجر والجيني إذن كايسو تخايو إذن كايسو تاماي آدمو تعليم برايو ودن كيسا تام يلي صومالي توصف توصا إذكو ترصداي أدبكينا تاقدراني تاجر والجيني تلدك له العمود تغشو برداني مدل كاس داني تغيبان ننا دقح وطوريني صومالي توسيب هاسا يسكتر صداي هدو واحد تقدرني تاجر والجيني هدبا وحان لطاهايو تغا قاو وقايشاي ندال كيسي عدو تاو وطلواو يمانا هاي صومالي توصاب تاتا اسكو ترصداي هدبا كينا تاقدراني تاقير والقيني سيدي ترى أريو دحلا سيدي الليل ساتو ويو نبو طوان لمي المرويو عدو قين إذن تاليني صومالي توصو تاسا يسكو ترصدي المكين تقدر لي تاقير والقيني صومالي هنغلط aad iyo aad iyo aad iyo aad buu mahadsan yahay nader abwaan astaan qaran cali miracwaale waxaan rabaa inaan u yeero sheekh aadan sheekh abdulla imaamka masaajidka ibn tayyima ama moqba soo u taqaana imaamkaas sidoo kale ah gudoomiyaha dalada ee masaajidada todobaad ku mideysan yihiin asasko sheekh aadan ila soo dhaweeya asoo ku hadlaya dalada magaca daladaasi kelmadihiisa waa sheekh salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wallahu ta'ala waliyul muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فرحد وين يا رين رين بينوتا هاي إن أنا عاو هل كان كوكولا نو إنغو أو سود وينينا تاغيرو يو جعيل يتأيين نومو شينينا دولدنا عصب oo baarlamaankeeni Soomaaliya iyo dadweynaheeni oo isla socdo ay u doorteen noona doorteen inuu na hoggaamiyo 4 sano soo socoto madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo aad iyo aad bay runtii farxad noogu tahay waxaan anigu waa soo koobayaa kalimadii igu aadanayd oo wacyiga ama xagga culimadana waxa yiri
الشيخ مصطفى هذا الكيسي قيب كمي ذا سوق عاري جزاه الله خيرا وحان ربا ولا ليال أنا وقتك إلى لنا يو أو حريريها ورالك يا عبد كافي ويقعد صدي إنان كوبا دور قضب مدب وحير إنان كإرا هذا تكوباد وحان أركينا وحانا أيامهان أما السندهان أنا أركبان أركينا وحي دور سيدة كدن بيهي تاسو وح قلبك قف كستا أو صوماليا فرح قليني أرين تاسو وحي تهي مدنمو ومدي صوماليات مال والبو أي تشوك تي دليا ديبت ديغا ندو دي كالي دو كالي دوانا الجمهورية دي يوروبيا مريكان أستراليا إن aan ka helnay oo ka aragnay dareen aanan waayahan iyo sanadadan arag oo ah kalgacayl iyo jacayl iyo hilow ay u qabaan inay helaan qarankii Soomaaliyeed oo soo noqday waa arrin lagu farxo weeye waa nicmo Ilaahay uu bixiyo dadka quluubteeda inuu mideeyo Alla unbaa iska leh Ilaahay baa Qur'aanka Nabigiisa (alayhi salaatu wasalaam) ugu mana sheegtay وألف بين قلوبهم بإلهي يري إلهي با قلوبته ذا صدمي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم نبي محمد هذا الدونك وحي الله نسيسد قلوبته ذا ما مدين كرتد لكن إلهي با مدين إلهي كليا إسكاله هذا مر أركتان قلوب مدو يددك قلوبته سيوم مدين سنة وحد أوقاتان قوشي يا جبني ماذي يا هرو مركي مركي سالا جاري انت قلوبتو كالتشيدو او ضدكو اسنعبي هي او لا اسرير ريرين ايو لا اسقلو قولين ايو وحاوي يا دباتو يا بربر يا ضعفي لا قبي حمايو تاوى وحان الهي وقول شكرنا تبارك وتعالى وحان سلاي هي لحيا لا تنسنو بان دباتو كوشرني dibaatadaas waxaan u maleyn inaan duruus ka qaadanay ruba daratin nafi'a inaan bislaanay qabyaaladiina soo kartay qolqoladiina soo kartay dilkii dhiciye dhigii uu na soo karay waa faa'iido weyn weey ummadu marbay gaartaa inay bislaato oo waxa weeyaan markay dibaatadii dhadhamiyaan أي بسلاذان مركز أو كلامه هرو مركز لجارو وامد وحوى يرنتي لقوم من تذا يو عندي بلوجس ونقول إن تاسان مركز إلهي كرتشين يا ولا ليال دولة دا وان تاجرني قلب كان كتاجرني لكن تاجر داس قلب جاء مد كديري أنا وأنا لكربا أو محي كو هرت إن أنا أنجو مركو أجوه الرئيس مدونه ولا لونه هل كان أن شغنا أن كبل لونه سيدي يقدومي حسن خير الله سيء وكتليي واتلابا آدي آد أفي عن من نمضو هل كان أن يكبل لابطه كالجعيلكو هل كان أن يكبل لوضه إسجعيلكو هل كان أن يكبل لوضه نعيبك إن جعيل لقو بدله iskala leex leexintii iskala qolo qolayntii in lagu bedelo midnimo waxaan anagana waxba naga dhibeyn walaalahaya iyo ummadayadina badbaadinayo walaalayaal aan isdhex marno $100 $100 $10 $5 baa maanta noo badbaadinaysa ummadeenni waxaan walaalaha iyo naftaydaba ugu baaqayaa kulana dardaarmayaa inaan isu naxariisanno inaan dadka u damaqno إن أن مانت وحوى يبت باذن إنت أن بت باذن كرنه إلهي نواكل سبحانه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قفكي نولى نف بت باذية ضدك بن آذن كوهو ضن سقو بت باذية لم تهي إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى إنه قلوبته نمذايو إله قلوبته نمذاه إله ولال تنمي إسجعيل نسي إله أمني استقرار نسي إله نعيبك يا حسدك يا حقدك يا حماها نقد حصار إله هي قلوب تيذا واحد كدك تعمد سافي سوء إله الدولة دينا نقط كه إله مدي أمضى يدلك يدين تخير أهر سيد النقد إله وحي أنت نقول لبسنا يا نقد كافي أذان نقول فلان وجزاكم الله خيرا
جزاك الله خيرا إلهي أجري حسنات بدنا كسيو أننا إلهي نقوى أنفعه ولماذا أن هذه آد بأفرة بدنا تهي هذا الكوذن كمد رجينو رنتي وحويان عاوي أفكي وحو كل ما هذي قلوبتين الله مذي صومالي هنولاد هذه آد بأوما سنتيهين مركنا وحان ربا إنا نستيجك وغيرو نين دليراءه oo dhalinyarada Soomaaliyeed kamida waxa uu maleeynaa dhalinyarada xilligan waa xilligoodi waxa la dhig jiray dhalinyarada waxa la dhig jiray waxa tiin madaxda mustaqbalka laakiin maanta waxa maraynaa oo madaxdi maanta weeyaan dhalinyaradu sida la socdo waxa weeyaan dawladda dhalatay iyo kuwa dambe dhalan doona waxa weeyaan dhalinyarada iska leh insha Allah ta'ala inta marka uu gudbo waxaan rabaa inaan ugu soo dhaweeyo stage ku soo dhaweeyo Ahmed Hussein oon dhalinyaro ah dhalinyarada magaceeda ku hadli doona oo ku magac dheer gaarane gaarane ku soo dhawo stage-ka aad iyo aad baa u maasantiin ula soo dhaweeyo moral iyo saab insha Allah ta'ala dhamaantiin waa idin mahadcelinaya dadka tagtaagan waxaan ka codsanaynaa naga fariistaan bismillaahir rahmaanir rahiim culimaadinka waalidiinta isku jira hooyoyinka iyo abayaasha dhalinyarada walaalaha isku jira rag iyo dumar ka aqoonyahanada marti sharafta isku jirto madax oo nooga timid meelaha fogfog iyo kuwa soo ajiibay invitation ki ama casuumaad ay u fidiyeen maamulka Columbus Ohio ururada u shaqeeya community geena madaliyaashii hagarlaanta u shaqeeyay ee ka shaqeeyay xaflada tan ee quruxda badan ee qiimaha iyo qayaha leh ee aan ku muujinayna dareenkeena iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed raggii hari habeen u shaqeeyay maalkooda iyo murqooda ku bixi dhamaantiin waa idin salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaad salaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib waxaan jeclaa sidoo kale anigana inaan ka harin oo aan u hambalyeeyo madaxweynaha Soomaaliya cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Khayre gudoomiyaha baarlamaanka sidoo kale Jawaari Professor Jawaari aqalka sare dhamaantood ayagana madaxdu dhan oo u hambalyeynaya kuwa soo socdana insha Allah ta'ala sidoo kale ayagana waan u sii hambalyeynaya u sii horumarinaya waxaan leeyahay soo dhawaada sidoo kale waxaan jeclahay halka kan in aan iga faa'iideysanay fursada tan aan hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin aan ugu diro xilibanadii sharafta lahaa ee qiimaha iyo qayaha lahaa ka tarjumay dareenka shacabka kalsoonida aan ku qabnayna noo muujiyay in ay yihiin dad aayaha dalkeena iyo dadkeena ka turjumaya oo aan isku halayni karno oo aan ku aamini karno aayaheena waxaan leenahay guuleysta wada jiibteen baaqi dhalinyarta wada jiibteen baaqi hooyooyinka wada jiibteen baaqi culimaadinka fariimihii doorashada koor qofal booyay social media-da waxa ka socotay fariimo ah xilliban haddaa tahay nin dalka u naxay xilliban haddaa saas tahay xilliban haddaa saas tahay codkaaga sii waan ogeynay shaqsiga aan wada doonaynay shaqsiga ummadda Soomaaliya dal iyo dibad gobol kasta tuulo kasta degmo kasta shaqsiga aan wada sugeynay oo aan fariinta ugu wada diraynay ayay doorteen waan kaga mahadcelinaynaa maanta marka annaka haddaanu shacab nahay oo baaqi aan dirnay ay ajiibeen maxaa annaga inala gudboon waxa inala gudboon dhowr shay shalay baaqi aan dirnay waa ajiibeen baaqaasna waxaan ku dirnay wuxuu ahaa social media-da social media haddaan ognahay maanta waa hub culus oo ka qayb qaadan karo horumarka dal kasta ama dib u dhaca dal kasta waana hubka ugu culus maanta ee lagu dagaalamo waa meesha shaqsi kasta halkaan fadhiya xilibaan ma wadinihiin laakiin codkeena ra'yigeena kartideena fikirkeena waa meesha ku dhiiban karno saan ognahay doorashadii kadib social media-da wax badan ayaa ka socda wax badan ayaa ka dhacay dadka halkaan wada fadhiyo dhan caawa social media isticmaalna dardaarinkayga markuu waxaan jeclahay inta badan inuu quseeyo social media-da walaalayaal haddii shalay dardaarinkii aan u dirnay xildhibaanada aan kaga codsanay inay naga ajiibaan codsigeena ay naga aqbaleen maanta ayagana codsigood wayna aqbalnaa shaqsiga aan rabno way doorteen dadka social media-da isticmaala ee ka talinaya kala qabqabka Soomaalinimada ka talinaya maxaa la dhahaa ii sheeg isku dirkeena ka talinaya maxaa la dhahaa ii sheeg waan dhalinyaro ah maskax furan Ilaahay maskaxiisa u barakeeyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar kaleba aad iyo aad baa u mahadsantiin hambalyo waxaan leenahay dawladdeena Soomaaliya iyo madaxdeedaba
hambali ayaanu leenahay markana kulli waxaan maleenayaa waa la caajisay wax badan baa la fadhiyay dadku waxa weeyaan waa maartii shaqo madadaalo ay u baahan yihiin qayb kamid madadaalada iyo maskaxda waxyaaba kamid ka murtida ayaa kamida markana qaybti murtida ayaan u wareegayna insha Allah taala waxaan u yeeri doonaa kooxda midnimo baan Kasoto ba
laga jira oo geesh ka soo tuba leela soo dhaweeyo qofkii codkiina dhageystay oo intina codkiina maqlay oo yiri waa yahay waa idan ka yeelay waa xildhibaan federaal ah xildhibaanka qaran cabdifitaax maxamed cali fadlan hal mar uu istaagay ilana soo dhaweeyo السلام عليكم السلام عليكم اوهايو وحاوي انا وحان كاي من مينيسوتا مينيسوتا دغنه ما شاء الله بعد ان فعلا شعله هاي ان مريكان كاد او سو نوقودو وا اوهايو ويان اوهايو كولومبوس بسم الله الرحمن الرحيم وحان أمها دعيلين يا ضدك شرفت له سوء أجيبي حفلة قيمها يقاياها له وحان كلا أمها دعيلين يا ضدك كسو شقيي دلن يرادا يا خيارتا يا قبلها بي سوء شري سيدن صوبان وشقي حفلدن وحان ربارير اوهايو انا نذين شغيني شرف اي تهي انا نعاوى اذن كلاقيب قالو حفلدن انيغو كوها الله يا مقعي حلبان نذا قولها شعب كا قرن كالصوماليين وحان ربا إنا نذين كحيو ونذين جاية عاوة قوله بارلمان كالصومالية مقدشة اسبدل كي كردعي وها اسبدل شعبي كالصومالية وباهي وين وقبي وحان إذين شيئا إن بارلمان كان اللي يدعى هذا بارلمان كتومناد قالوها شعب كا دولة فدرال كاي صوماليا وكدوين يهي بارلمان دي هوري محو قدوين يهي وحان ربائنا إن إذين شيئا وحو قدوين يهي وحا كتش رمس مغلينا هل كابوك باكير يا وحان ربينا دقيه ني فرطان وحو قد وين هاي وحا كجرة إن كبادن بقول حلبان أو دياس برا أو كتي من دبدا وحا كجرة بقول كيبا تدوي اللباطن هوينا أما قبل الصوماليات oo heegan u ah inay isbeddel dhaba ka sameeyaan dalkooda hooyo waxaa ku jira boqolkiiba soddon dhalinyaro boqolkiiba soddon way ka badan yihiin dhalinyaro ka wada yar afartan sano oo wax cabsiyo ku jirta aanay jirin oo aad u qiiraysan oo doonaysa inay isbeddel waddankooda ka sameeyso waxaan idin sheegayaa baarlamaankan inuu noqon doonin baarlamaanadii ku magac baxay mooshinada baarlamaanadii motion after motion after motion oo siyaasada badan
ولجدوين فربنا لقالها لقى فرنا يجنون نقول دوني chamber كأما برلمان كما يمن دونه موشين أنك ترجمين دنتا دلك يددك شعبي الصومالي أنت أمريكان كجود به وحن ربعين عن الدين شغو إسبدل كي كاني ضدك مرحدي أي كم ديهين أفرتا مسؤول دبادة حجم دم بكوسا ويران يا أفر كله وهذا سويره ده أنا نركينين الله بعيتا يقدومي كحجة ندي قلها شعبك الله بنا عيتا يقدومي كحجة ندي قلها يا سارة وسويره ده هذا هل كان أي نكم موقن إسبدل كي كاني إن وحي رينك هالشيء وحوكا صوب بالله ذي قدومي هي قلها برلمان كفرماشو حنوتشي ذا رالي هذا بروفيسور شواري أو برلمان كي الشعب الصومالي دو أركي إن السوق اللي يجيني كجرت دنت الصومالي بروفيسور محمد شواري وحوسي حجر لا أنا وشقي برلمان كصومالي ما تشيرين واحد سجى كهرجي أو أركيبيا أما ها تو أما واحد قرن ها تو أما مينيتسكا واحد اللي يلا ده في إنجليزكا لويرة هذا ساعات والباء دقيقة والباء أو برلمان ككل ما واحد قرن أو مليا اللي سجى هرتي ما تشيرين waxa sharaf waa shacabiga Soomaaliyeed maanta laga soo bilaabo 1900 iyo wixii ka dambeeyay baarlamaanka Soomaaliya fariistay iyo wixii la qoray professor Jawaare iyo shaqaalihiisa gudoonka baarlamaanku inay ka soo ururiyeen makaatibta adduunka oo maanta lagu hayo baarlamaanka Soomaaliyeed مقدسه كويال وحو كم مدني هاي شرف هي احترام شعب الصومالي دوان ما هتسين هاي لبدا إيسا قدومي كحجين ما ينا هين واحد سكيمد وحيا هاي كتلاقل صحة أول الربي يسبدل ضبعة إن لغو سمعيو بارلمان كالصومالية وقدومي كوحغين كيسا كواد مودي إيو مهد عود أو يستغل لسوء عليو الله عركي أقون تيسا يكرتي ديسو إنو نبارلمان كمار ميني وحان ربا إنا ندين شيغو نين صومالي وكوين أوكالي وان ربا هل كان ينادكو غاتان عاوة وانينكا عبد الحاشي عبد الله او انن ودنيا او كسو جيدا غوبلده وقويغا سوماليا ما سومالان يا سيدا لو يقان وا ودني سوماليهد او دبعا انت امركان كا غدبو وحان ربا مدحويني محمد عبد الله فرماجو oo isagu aan u baahneen in wax badan laga sheego waayo shacabiga Soomaaliyeed iyo baarlamaanka ka turjumay waxa uu yahay waxaan rabaa in yar inaan ka sheego madaxweynaha madaxweynuhu waa ka marka uu wadooyinka marayo aan la kala garanayn inuu madaxweyne meesha marayo iyo in kale waxaan barku soo dagayo aan la ogaan kareynin inuu madaxweyne wadanka soo dagayay in kale wadooyinka xamar lama xiro hooyooyinka adeeganaya lagama xiro caruurta iskuulka tagaysa lagama xiro markuu marayo intaas ay idin kaga filan wadaninimadiisa maraba marka inaan aad iyo ugu dheeraado idinka marqaati ka ninkan hadda uu doortay Xasan
حسن علي وأنا أرى متعلمة أو كرتيبة أنت أنكا غان وعن فيليا هاوشا ويل ماذا إنو كبحي كرو وحبان سيدي شيقية وحاين الدات كن نوتيس قرينين بان إدين شيقية ودن نمدي إنو مردنا سومال نمدي إنو مردنا إنت صدح ذا هي أدود صدح ذا كرسية وقصر رأي ودنك سومالي ذو أيوسي منتاي ومدحوينها وبرام منستركا وقلاها يا شعبك أما وحا أينونك عن سبيكر أوف ذا هاوس مدحوين محمد عبد الله فرماجو وحو كقود بي عقبات أه كرسي البرلمان كان نكستو الصومالية أوغية إن الله مقعابه برايم منستركا رالي هذا كرسي برايم منستركا إن نكست الله مقعابه مدحوينونا واللمد وحا وحير كدواتي وزيركا عبد النور وحاوي انت اينو اسنان انو يا كراستاس ودنمدينو مدنا انت الصوماليدو اينا دول كالالاهين ودنمدينو مدنا انت اينو كلاقو قوبانا هاي صوماليمدينو صحماها مدنا انت امركان كقدبو doorashadii bishii February ka dhacday golaha baarlamaanku waxay ahayd arrin taariikhi ah waxa weeye wareegii hore dadku meelay ku kala jirjireen xildhibaanadu meelay ku kala jirjireen wareegii labaad xildhibaan walba taleefankiisu eegayay message ba u soo galayay oo ahaa u heeli dalka iyo dadka iyo diinta فالليبانكا شرفت له دلك يدينته يدلك أهيلي وحد مركا حسوسا إسا كتاب كي أدقعان تسارتي تكودارتي أها وحا يقول الله هي أو يقول بالله هي إنان إلالينا يو دانتا دلك دينتا يدتك وحان ربعينا ندين شيغو إن صد حرمات صوماليا أي كجدوبتي برلمان كان ينوي حقيقي أرين تقول رئيسا وحاول العقل بحياة العقل بحياة إن أنين مسؤول لوجود دورين إن برلمان كان ينوي حقيقي وحو حقيقي إن دولة شيء شيء العقل هذا يقوى كلو إنفلونسي له ودون أي مدحويني جمهورية صوماليا يقوى إن صوماليا ودورتان إن إن حقيقة هين تانا برلمان كوبيني وحاكلو برلمان كوبيني إن قبيالات أو حبل لقو دورانيني وحاني دين شيئي حالان مركانو كسو دريري دورشادي صور دماتي صدح بقول إيه صدح إيه اللباطن حلبان إيه سنة الرئيس وجرة أيا وحي كسر لغيا حالنا وحي لكوي مادن ريبوركا هذا عدة أو باور لجاجة قاضي نقوله باور تي سي وهالك كراعي وحنو جري هاي جي تغني كان جي وجر كوي تومن كيها بينمو قارنا ويبكدم بين ودوين كي مالان ومران ويني دتك kalaqo qobna xamar way soo wada furmeen baawurtayadii baa dusha waxaa ka wada fuulay dad shacab ah oo Soomaaliyeed oo haween iyo caruur iyo rag isugu jira askartii dadkooda ka cabsanaysey ayaa intay gacanta soo qabato dadka baawurta soo saareysey ciidankii iyo shacabkii Soomaaliyeed wuu isdhex galay isbaarooyinkii badnaa ee xamar yaa yaalay ma yaalan مانتا مجران وحان ربا روهايو انا ندين شيغو الرين عصوبة سوماليا اوصو افتينتي سوماليا رجع عصوبة اوصو افتينتي وحان ندين شيغي يا بارلمان كاني انو كدوين يا بارلمان ندي هوري انو كوها اللي دونو
codkiina uu ka turjumi doono codka shacabiga Soomaaliyeed iyo danaha Soomaaliyeed baarlamaanka uu ka turjumi doono hadii Ilaahay idmo waa la ansixin doonaa prime minister kan cusub dowlad fiicanna waa la dhisi doonaa waxaan rabaa laakiin inaan arin yar idin sheego محمد عبد الله فرماجو مدحوينه نو افر سنه ايو مدحوينه اهان دونا اسغي دولديسوا برايم مينستر كيسا يا دولديسوا افر تا سنه ديباتدا سوماليا هيستا يا سدا اي تاهي كوما خلي كارو دولديسنا كوما خلييس لكن و خو غارسين كرا ميل هدي اسغا دورسو دنب لوو عيلينا او كا قادي كارو او فيعان هدي قف كله او يمادنا او قف كاسي oo ka qaadi karo oo u gaarsiin karo meel kale oo ka dambeeya uu ka sii qaado horumarkaas aynu ku soconayna dib uma laabanayno waxaan idin sheegayaa Somalia is coming back Somalia is bouncing back Somalia is bouncing back united strong determined than ever waxaan idin sheegayaa waxa loo baahan yahay dadkeena gaajaysan ee abaartu hayso inaynu gacan ka geysano laba siyaabood baynu gacan uga geysanayna barnaamijka dawladdu sameysay gacan ka geysta shakhsi ahaan gacan uga geysta nin waliba reerkoodi inuu biyala yahay uu gaajaysan yahay uu og yahay nin wala iyo gabar walba reerkiinu ku filow shilinkaad haysid u dir taguuna ka qayb gala tagaarkaana ka qayb gala waxaan rabaa وحرب هذا الكيجين أن قصو جب جبيو دور شدي مركي لما تي كيتين أو دو دجرة نيسان أو يوينتا كا مارك تي سوماليا أوفرديا أيا وربحين برلمة كجودي سكتشي دي وحير سوماليا هدا دو نيسان حرين هذا هاتان أو حرودان أسكرتين عيدا كين إيه شقاليه إن كوف الله الله عجريس جريوي لعق الرئيس قرية إذا ما ذي إنه كف الله هذا بوي تاس معنى هذا وام حي هذه إذا ما هذه اللقون مصروفة يحر متيه حر من قنيسي وحاوي وين إنه سكف الله إنه وين إنه قعمها إسقاب سنة وين إنه قبيلة تشوشنه وين إنه مدونه سوماليا هن ولا تو سوماليا هاي سرعه قولي استعين كنا وكذلك لبا أرنتي إذا واللبا مد وعطسي أنك عطسنا أيه والدين تسمالي ذا دمان من وافرين ير أن أفردون إن شاء الله دلين تير دلك سمريك أنك كن نول أما قرب جوك تدمان وذر أدين قط أستراليا يو كي نيوزيلاند and so forth إيا كوا دلك هوي جوجا بع عطسي أنكو هرمرو عطسي جيجو حاوايا إلى هاي خير هسيو جنة الفردوس العليا من أي باب الله كجل يدمان والدين تسمالي ذا دمان وايو أيجا أنا سو تربية يي أو قرآن أخرس يا خير نقص بربارية لكن وحنا كعد سنة إن شاء الله إن أي سنة أنت أيضا كديدين دل جعال يا قرنم جعال يا صومالي جعال إن كو أبوران عروتا دمان إن شاء الله قادم كلا بعد أو قدبو أو دل يرضى إلهيها حفظيو مدحوين هنا محمد عبد الله فرماجو رنتي أنا شخصي أهان وان أقان كرتي ديسة يا عدالة ديسة لكن مدن مدحوين محمد عبد الله فرماجو قال انت يسو كسو بحيا حقيقة ان شاء الله هل قال با ديمن قال انت ديمن نو حوا شعب كسومالي خاصة دلن يرضى او اسغ ان نكون دونا بودغها قال انت ودمي كسو بحيان وايو مدحوينها
أدمان تسكت بريدة وحلك مال والبا وحلو بهن يه استاف إيادات أو ذلك أجر جارة أدان عند اللي يردا لا توبرن أو لا بربارن أرنت أيادة وحص عنا إلها برت مجرته جيل بعد جيل وإن لسكت ياريا أنت أيضا عالم كصومالي جا إبلو جوا محمد هنا 24/7 especially لأن يردا مريكان كا we love the blue flag I'm Somalian ayo I'm Somalian yeah true we're all Somalian but love without action وحدا ميي محمد عبد الله فرماجو year 2017 is a year of an action runti وسند أباهن عمل not only love So the question is, sidaba adiga love ka action ugu dari karta? Waxaad ugu dari karta? Ilaahay azza wa jalla fursadan uu adigu siiyay oo ah inuu Mareykanka ku keenay one of the greatest nation on the universe uu ku siiyay awood aad wax ku baratid inaad dayacdid aad ku mashquushid the higher institute of Snapchat whether Facebook inaad ku mashquulna dhalinyaro way ognahay 24/7 around the clock snapchat aan ku jirno annagoona looga baahan yahay xaqiiqatan in aan dalkeeni waxaan ku hormarin lahayn aan barano muxuu ilaahay kaaga dubay gabadha yareysa oo tahriibta oo badda ku dhimata muxuu ilaahay azza wa jal kaaga gudubay wiilka yar oo qaraxa ku dhinta waxaan ku soo gabagabeenayaa waa lagu dhigan yahay professor warkisan waxaan ku soo gabagabeenayaa back in 2012 gabar yar baan waxa iska raacnay CR Washington into China diyaaradda iskula qornay markaas waxaan ku yiraahday waxay ugu tiray niha waxaan ku yiraahday Soomaali baan ahay markaas ay u tiray niha ma wa another way of saying hello why markaas aan fiiriyay anoo yaaban aan leeyahay english ama Soomaali kugu la hadasho in kara la kuurid ba waxay tiray hello arma ku yiraahay yes hello How are you? Waxaan ku jiraahday maxaa qabtaa? Waxay tiraahday dawladdeeda hooyo ay soo dirsatay. Waxaan u imaad inaan chemical engineering barto. Maraxan ku laabanay China, so I can do chemical engineering there. Bas intee su'aali aan weydiinay ii jawaabays anoo aan fikiray waxaan dhihi rabay talo way ku weydiin doontaa adii maxaa inta u joogtaa? Ala al ma'ufri qaxooti baan ahay. Markaas waxaan ku jiraahday you know what for me? I'm here to learn political science and I'm running President for Somalia. En aad iyo aad baan maasantiin sida quruxda badan leh ee aad Ahmed noogu soo dhaweeyeen asaguna waa maasan yahay markana waxaan u yeerayaa professor Jibriil Maxamed oo aan stage ku soo dhaweeyaa insha Allah ta'ala ila soo dhaweeya adinkuna aad iyo aad baan maasantiin Awa ciyaalkii oo dhan waa la soo kaxeeyay Soomaalnimada lagu beeraya marka professor Jibriil wuxuu noo soo dhaweyn doonaa in xafiiska ka socda senator Sharon Brown Bismillaah Alhamdulillah wa salaatullah wa salaamu ala rasuulillah Assalaamu alaykum Habeen wanaagsan Soomaaliya ha noolaato Arfarmaajeeyeeya ar farmaajo noo geeya waa ku faraxsanahay intaas oo ummad ah oo Soomaali ah oo dalkoodii inuu hagaago ku faraxsan inay caawa halkan isugu yimaadeen gabar Soomaaliyeed baa soo sameysay jijin ay ku qoran tahay ar farmaajo ii geeya waxay tiraa laga gaarsiiyo dadkaas oo dhan way mahadsan tahay farxadda ay nala wadaagtay marka koowaad waxaan idinku soo dhaweynayaa jaamacadda Ohio State waan macallinka ahay waan ku faraxsanahay intaas oo Soomaaliyeen ay isugu timaado Soomaalida jaamacadan dhigato waxaa lagu qiyaasaa ilaa 900 waxaan rabaa intaan oo dhan iyo intay dhaleen dhamaantood inay jaamacadan yimaadaan oo sidaa loo soo buuxiyo en waxaa fariin ii soo dhiibay in walaalkeena oo la shaqeeyay duqa magaalada Columbus Mayor Michael Coleman
مير أندرو جندر مير كي هو رايقو قفلهم ولي سوري عبد الخير صوفي او قابل سنة عرما هادت كسو قلوتيقا او اي اهيد انو سودوي يدد كمضاح دا او انو ايمانايا مركا اساقي فرين بان انو قوضا وحا ان الاجو قادد مرتيا او تاقير سن اسبدل كسوماليا كدعي مدحوينا عصب رئيس الوزارة عصب بارلمان كعصب نظام كعصب او سوماليا كعرطي اي تاقير سنهين وحا هرطي اذا كم وغضا نن كسعود حفيز كسناتر كقبل كان أوهايو شارد براون أو رنتي سناتر مرول بقرب تاجن ضد كصومالي ذا الرمه هذا وده هذا أم واشنطن هجوجا أم أوهايو هجوجي وحان ربا أو كلا هدي ونال جوجو مايكل استينزيانو أو سيتي كونسل ممبر إس كونسل ممبر استينزيانو إن هير نادية استينزيانو was a pioneer of the recent Islamophobia resolution at the Columbus City Council. Markii Islaam naciibku uu ku soo baday dalka Mareykanka, City Council ka iyo maamulka magaaladu waxay ansixiyeen qoraal ay ku diidayaan Islaam naciibka. Waxay kaloo ansixiyeen qoraal ay ku ayidayaan dadka soo galootiga oo Soomaalidu ay ka mid tahay. Marka ina ayagana u mahadcelino ayaguna ay farxadna la qaybsataan baan rabnay. And waxaan rabaa inaan hadda u yeero Joe Gilligan. Joe Gilligan wuxuu ino wada fariin uu ka wada senatorka. Welcome Joe. Welcome Joe. Well, hello everyone. My name is Joe Gilligan and I'm the Central Ohio Regional Director for US Senator Sherrod Brown and it's an honor to be here this evening. As you know, Senator Sherrod Brown and our office are friends of your community, and we've gotten to know each other well through working with you and the organizations in your community. I've gotten to know you well also. And tonight, you know, we're acknowledging the work and contributions of Somali Americans in Central Ohio and the prosperous future of U.S. and Somali relations. We're also acknowledging the peaceful transition of power in Somalia, which is a cornerstone of democracy. We know that President Farmaajo spent years population in the United States, and it is, and for some of you, always has been your home. Senator Brown and our office want to help you in any way that we can, and want you to know that despite all the rhetoric that's going on in Washington, D.C. and in government, Senator Brown has your voice and will take it to Washington, D.C. And, you know, whether it's working on the remittance issues, having engagement, or standing up for your voice by going to the airport and protesting these ludicrous policies. Senator Brown is with you every step of the way, and you have a fighter in him. And so I'll just say, Somalia, Hanaloto, thank you very much. On behalf of Senator Sherrod Brown, thank you. Somalia, Hanaloto, thank you. ana ku dheeraneynin marlabaad waxaan rabaa inaan u yeero professor qadro maxamed shire fadlan ila soo dhaweeyo thank you for the promotion kafin bismillah assalamu alaykum habee wanaagsan Soomaaliya ha noolaato waxaan umaleynayaa caawis saasa lagu heshiyay waxaan jeclaan lahaa ugu horeyn inaan u mahadceliyo dadkii soo qaban qaabiyay xafladan qaaliga ah oo isu imaanshaha ah oo shacabiga Soomaaliyeed ama jaaliyada Soomaaliyeed ee reer Columbus ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan iyo farxadda ay ka qabaan waxyaalaha cusub oo ka soo kordhay waddankeena Soomaaliya waxaan si khaas ah ugu mahadcelinayaa dhalinyarada qaaran qaran
oo runtii ayagu ah dad hawshan bilaabay ayadoo dad badan aysan hawshan ka warqabin ayagoo ah dadkii ugu horeeyay oo aaminay dhaqdhaqaaqa oo hoggaaminayo madaxweynaha cusub maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gabdhaha Soomaaliyeed oo sharafta badan oo Columbus Ohio ku nool iyo adduunka geesihiisa kala duwan kuwa Soomaaliya ku nool oo halganka dheer oo muddada ku soo jiray oo muujinayay inay u baahan tahay Soomaaliya inay horumar gaarto oo aan waligood daalin waxaan kaloo u mahadcelinayaa marti sharafta meelo kale nooga timid khaas ahaan walaalkay xildhibaan qaran Cabdifitaax Maxamed Cali oo nooga yimid magaalada Minneapolis waxaan leeyahay xildhibaano badan annagaba xagga noo jiray waa soo socdaan intaas ka bacdi I also want to thank the representative from our good senator Sherrod Brown Mr. Gilligan for being here tonight as we celebrate the new positive development in our home country Somalia thank you for being here sir intaas ka bacdi waxaan jeclaan lahaa celebration kan ama dabaal degan iyo isku imaadshahan iyo farxadan inaan ku bilaabo inaan wax yar dib ugu noqdo inaan u baahanahay Soomaalidu inay wadaagto wax kasta oo noo wanaagsan waxaan wax yar gadaal idin kugu celinayaa maalinkii doorashada bisha February 8-deedii ay dhacaysay oo Soomaalidu oo dhan dadka Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin markaan nirahna dadka Soomaaliyeed waa garanaynaa dadkii qurbaha joogay dadkii gudaha Soomaaliya joogay dadkii joogay Soomaaliyada Kenya dadkii joogay Soomaaliyada Ethiopia qof kasta ruux kasta oo Soomaali ah oo aad dhagta ugu taagaya waxa ka soo bixi doona doorashadaas waxaan idin xasuusinayaa Soomaaliya wadajirkeedii nidaamkeedii wanaageedii iyo horumarkii ay gaartay dad badan baa waxaan xasuusinayaa 4 sano oo la soo dhaafay inaysan ahayn 4 sano oo khasaartay waxaan idin sheegayaa nidaam iyo dowladnimo socotay ayaan lahayn wax ayaan noo hagaagsanaa meel fog ayaan ka imaaneynay waxaan idin xasuusinayaa markii nambarka doorashadu siduu u socday xildhibaanadu ay gaareen 184 oo la yiri waxaa lagu noqonayaa wareeg saddexaad sida dastuurka Soomaaliya uu qabo annaga halkan America hadii nambarku bato waa la kala haraa laakiin Soomaaliya waxay ahayd in saddex wareeg la galo inuu madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu soo istaagay oo uu yimid makaroofanka oo uu u hambalyeeyay madaxweynaha la doortay oo walaalkiisa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaan wada xasuusannahay oo aad aad iyo aad ugu dhug lahaydeen wuxuu hadalkiisa ku bilaabay maanta waa maalin weyn wuxuu shacabiga Soomaaliyeed u rajeeyay guul wuxuu shacabiga Soomaaliyeed ka codsaday inay madaxweynaha la shaqeeyaan waxaan u baahanahay inaan xasuusnaano waxa madaxda qaranku xaq ay nagu leeyihiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wixii uu qarankayga u soo qabtay nolol meel adag iyadoo marxaladda Soomaaliya maraysa ayuu yimid wax walba lama dhameyn karo waxna waa la khaldi karaa waxna waa la sixi karaa waxaan rajaynaynaa wixii uu ka khaldamay ama uusan priority ama uusan muhiimadda koobaad siinin inay dowladda cusub ay siiso ayagoo ka faa'iideysanaya khibradda dadkii ka horeeyay Shisha ya ruhi daris mudaya
دنتي سنا أقوم بالظروف هادويا ذا وليقي مدايا درشي شي روحي دار اسمه ذايا دنتي سنا أقوم بالظروف هادويا ذا وليقي مدايا سومالدو ها ها تو قبيل قبيل لكن هل بي كسنني وحي كسنني ضد حريه شعل ضد استعمار نعب ضد وحي اسلا ربا او اسلا شعل انجليزكي وحا كو كعي ضد سومالييد با كو كعي وحي سوتاي 20 يا 5 سنه 20 يا 6 سنه حركتي وحا دلتاي سيد محمد سوالدي بي يدون يا دغالك ولا كو جري با ديبات كدعدي ليغدي با اسو كينتي ليغدي با دالتاي وقت لا ييرهادو كونيا 943 وا ماركي دغالكي لبااد ادونكا سوداي ليغدي waxay dhashay dawladdi 60kii dhashay dawladdi 60kii markaan dawlad noqonay dana Soomaaliyeed baa la isku wada qabtay oo dadkii Soomaaliyeed wuxuu noqday inuu nin walbaba maamulo kamid noqdo reer walbaba inuu waxelo waxaan haysanana dhaqaaluna waa koobnaayeen dadkuna 180 reer miyiga ah buuqas wuxuu keenay buuq badan waxaan misana dhashay kacaankii 69kii misana waa isku soo noqonay waa israacnay maamulka kacaanku waa dheeraaday oo wuxuu gaaray 20 sano dadka Soomaalidana waa ogtihiin waxa dheeraada ma jecla waa nacab yihiin waa lagu kacay dawladdii waa la riday nin walba gurigii waagii hore qabiil ka yimid buu aaday marxaladdaas waxay keentay 26 sano inaan hadda marayno oo weli buuqii aan ku jirno 26 sano 27 sano 24 sano oo dhowr jeer la soo maray oo saasa hadda waxay noqonaysaa marxaladii kale oo Soomaaliya isbeddesho oo Israa'il iyo dawlad rasmi ah timaado Soomaaliya isbeddesho markay xilliyadaas abaaraha waa aragteen abaaluhu waqti bay leeyihiin waxaad maqleysaa 8 sano ama 9 sano ay martimaada abaartu inta kale barwaaqo lagu jiraa waxa weeye hadda Soomaaliya waxaan rajaynaynaa sidii waqtiyadii hore kale inay dawlad waqti dheer maamusho wax cadaalad ku shaqeysa dadka isu keenta inay noqoto dawladda oo Cabdullaahi Farmaajo hoggaaminayo Maasha Allah Assalaamu Alaykum Soomaalida inay midowday waxa cadeynaya intaano Soomaaliyo meel isku timid caawa ay ugu horeysay aad baan idin salaamayaa mudanayaal iyo marwooyin waxaan salaamayaa madaxweynaha cusub iyo xaaskiisa marwada Soomaaliya First Lady qoyska Soomaaliyeed waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay xilka u fududeeyo inaga kulli amaan inaga heli maayaan laakiin waxaan Ilaahay uga baryaynaa Soomaalidu madaficda ay ku ridi doonta reerkaasi afkooda ka soo baxay inuu dambi dhaaf Allah uga dhigo insha Allah reerkii hore ee reer Xasan Sheekh Maxamuud ee xilka hayay 40 sano dhamaaday inay Ilaahay waxaan uga baryaynaa nolol wanaagsan inay Ilaahay idankii adduunkooda inta ka hadhay ku qaataan
وقت في عم بي سو هيين ميل في عم بي دولة سو قارسيين أنا نقول كم دير أنا يوم فرماجي يجي يا سعوتا وأين عن ودن كين يكون نقلنا إن شاء الله عيدا بالله كين أسو أن سوماليا هين رجي ودن كعيدا كون نقلنا وأكون هل كان يفديان عوا سويدن كهدا دول كي كتي مادين أي إلى لين دونا عيدا كي ودن كدخاتيرتي ودن كدد كي دلك وحكة قبل لها they are here waxaan idin sheegayaa Columbus inagu ma lihin mana Saudi iyo New York iyo Dallas iyo ma lihin inagu we belong to Hargeysa and Muqdisho wadankeena inaan ku noqono way inagu Soomaali hadaynu nahay dad shalay Ilaahay abuuray ma nihin anigu waxaan aaminsanahay tusmaahan qoomiyada Bilaal ka dhashay inaynu nahay Queen of Sheba qoomiyada ka dhalatay inaynu nahay dad la quursado la yasa ma nihin inagu Soomaali baynu nahay mar walba dad adduunyada cashar u dhigabaynu nahay waqtiga yar dad badan baa isku kay dardara waqtiga waa la yibiiriyay inamada way og yihiin aad baan idin salaamayaa assalaamu alaykum waxaan rabaa markana stagekina uga yeero hortiina keeno wasiirkii hore ee daa iyo tacliinta Soomaaliya professor Cabdinuur Sheekh Ahmed oo runtii caawo martida inoo joogta kamida waxaan in ka codsanayaa inay la soo dhaweeyaan waa hubin muhiim ah weeyaan waa dadkii la soo shaqeeyay maxamed abdullahi farmaajo xilliga uu ra'iisul wasaaraha ahaa waa maasantiin fadli tafadal mashkuuran saaxiib ku soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميكروفونكم مش شغالين يعني ملينا كلنا مركلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي هنولاتو. صومالي هسرع ذو. صومالي همذو ذو. إن وحفر حد ويني عاوة. مقالة ذينان Columbus Ohio sida loo soo baxay loo taageeray dawladda madaxweynaha cusub maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa xasan cali khayre sida la isugu soo baxay runtii Columbus mudan deganaa caawo kala ma arkin waa ilaahay mahadiis waxa meesha ka muuqata dawlad jaceel waxa meesha ka muuqata Soomaali jaceel waxaa meesha ka muuqata soo dhaweyn waxaan isleeyahay haddaan Soomaali nahay waxaan haysanaa fursad aad u fiican aad u qiimo badan oo Allah subxaanahu wa ta'aala uu nagu manaystay waana fursada ka faa'iideysanaa sida walaalahay hore u sheegeen waxaa jira dareen shacbiyeed oo wadaninimo ah oo qiiro ku jirto oo carriga Soomaaliya from NFD إلى جيبوتي إلى وسترن صوماليا إلى دياسبورا كجيرتي أو أهيد باهي لو قبو دولة وناك باهي لو قبو صومالي نيمو باهي لو قبو قرن صوماليا إنو ديبو صلابتو وحا إلهي مهديسا إنو رجدا إلهي نو دليي وحا إلهي مهديسا صومالي نا إسكو دوبتي وحا إلهي مهديسا إن المانتا لأنه برلمان قرن كره شعورتا هي ربيتانكا أمد الصومالية وحان اسلايا هاي وناغا كسو بحي صوماليا داد بدن باكسو شقي وحان بركي الله سبحانه وتعالى انسدان ربنا اي وحود عان وحان اسلايا هاي وحان لو كباهاني هاي دان لاي صومالي اما قدها اما ديبده دان جوغنو inaan dawladda taageerno awalan inaan u duceyno madaxdeena qaranka oo aan Allah subhanahu wa ta'ala u barino in hoggaanka loo dhiibay mas'uuliyadda loo dhiibay in Ilaahay ku garab galo oo loo duceyo wadankan Mareykanka aan joogno madaxdooda markay hadlaan oo shucubtooda la hadlaan waxay yiraahdaan God bless America
الله يو بركي مريكن ودك يبقى لود عينايا ودك يبقى مربل ولود عينايا أنا وأنا نرى هذا سوماليا إله بركي سوماليا إله بركي سومالي يا سوماليا بقى مركز كل على سد دعاء الله سبحانه وتعالى ونرى أقبلايا إن وحفر حد ويني إن مدحويني محمد عبد الله فرماجو وأنا هرول سو شقي وأن دولتي تايو سنة كلا بد يكون يتمن إلا بد يكون يكوي يتمن كان كسر وذا شقيني أو يسوع برايم مينستر كها مدحوينا نو كها مدن الشريف شيخ أحمد إن لقوت المامو دولة سو شقي سيسيد بلود إيه وحخير أو الله مهديس وحبذا قبتي موجسي درين شعبيات موجسي هجان بسيل أو سياسات كجرو درينتي سوماليا إني كجرت حالات أذك أو بيش عالمك دولة ذا هدرسك سومالي نحذي ذا أدونك كالأوردن إسراء وذا فيرني سومالي أو أباها وح إسكير هذا يع إسكير هذا وردافة ورنقات دير هذا ورهوشنا نقا قبسنين وردلكنا نقا أتاقن وحي يره ذا أباهنا يين وحنا هذا قفر أحسن هاي بدان تاس سومالي ذا أركت سيدي ذا بلوت جعل كاس سومالي نما أركين مقا عاس لغو برتي محمد عبد الله فرماجي دولة ديسة إني سومالي ما أنت أرياضي أو مر لبعض لسوعلي أو أفر سنة أو كونتراكت لسي أو اللي يري سومالي كسارة حالة ما أنت أكو جرتو مركو روحو ما تعلنا يا نمكي دان يردها وصوى بلي حفلة تانا شرفت له أو لغو بها موسى يو أنا مدحويناها السقالات دولة فدرال كسوماليا إن مدن محمد عبد الله محمد فرماجو بدكي إنه سومالي وحاولت قانين محمد عبد الله فرماجو مجيز الرسمي قاعدين برا يا محمد عبد الله محمد فرماجو مدرسنا حبلت كوران مقالة نوسو جوري سكديسة مركان نوسو جوري وانينا صاحب بنا يكلفوني دكان بحويير بشيرو وحاول جورت إيري كورك 641 مركور مفهم مركان مرد ما قال كيف أبوه كوضو وعيدين شجع يا إن عاو هالكان يكون يهين أري كوريد الصومالي دودن إلا لقسو بلا براس عسير إلا راس كمبوني وعكروا يدين شجع يا إن دل يراد عصب ليرادو سي والله عيل أري كوركو دو 001 عاو نمر الجواد وحارب أنا إذا حسوسيو محمد عبد الله محمد فرماجو مدحويناها دولة فدرالك الصومالية مدحويناها سقالات يمرودي زينب محمد معلن أيان إذ كجودة سلان قارة أو صومالي ما أو إسلامي ما ميقاق بشر وحال يري نيك سو سكسسفولا وحاكدن بيسا أنا حاسكي سمسي بسو قفضو مرا أياكدن بيس وحاين برايا عاو زينب محمد معلن أنيق مروة ولا شيء هل كان مدبضنا وضد كان واسلت شغني وقبر جامعية وكبح على يونيفرستي ميزوري أنت اسم محمد عبد الله يزغورسن أنت هنا أنا أقول برتا وحاك روي إيش يا محمد عبد الله يمركو حوك خدقو هل الكلينتك الصومالية وزينة محمد عبد المعلين وحاك روي يكون بشارينا يا إنا صاحب قارة هاي رئيس الوزراء الله مقعابي حسن علي خيره والله يقين حسن بله وانين آدي آد أقل مشقذان وانين كسر بحكرة وانين قفرت هذا له وانين سومالي مدو كوي انتهي وانين ويستاجد دون سكيني شعب كسومالي يدمل كستي جوان مركا محمد عبد الله إكليا مدحوينا ما ذا يستانه هذا مدحوينا مرودي سا يستانه و 241 هاد وحارب أنا كرا إذا كره الله قرشاء دولة والداجرة أو إن إذا ماذا تأكل أيه حفيز مدحونه سمين دونا يحكم دي سمرك سيف عن وزير هذا الله المستر أو كه أو كأدن إن دتك داياس برا جوجا أو غرب جوجا كغيب قطان دبليسكا دانتا دالكا دانت سومالي أو كتب الرعدان إذا ماذا برنامج كاسنا وينزل سعودينا إن شاء الله
وحي مالك إنه يتدعي وحي صاحب السي لو أسبوع كور مركي مدحونا على دورتي هذا كور وحاج جري جري نين ليرادو أبو قاسم الشيبة أو ولا شيء وضنك تونسية وحون تري قصيدة شيء جيس سيدة إذا أراد الشعب يوم الحياة فلا بد أن يجيب القدا ومعناه إذا أنتي عربي تغنى دادك هذا الربان إلى إن الله شهدا إياه هرمر جيران ودبات هذا كبحان وين يسكت كان وصف عن وسكت بنادان ووحول بيسد وتر قرن يوم قبطان مرك نيكاس قبي قتري والله بس بعكر وحيد عي الصومالية أو دال كل سمية هوش اللي قبتي ومدحوينها لو قدرتي تاسع مجلس شعوب شعوبتا شعور تدادك الصوماليات ودبات الجو كوك قدرات جو انتبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقت الدمبال الجوغة كله وقت الدير أو هذا الدير للشجرة اللي من جوغه أنا لو أريد كليا إن الشجرة والله وضعه أو هرت إلهي مدحوين هنا إيو دولة برايم منستر كأمة عوضي برلمان كا إيو أمد الصوماليات قوش عن هكسنين الله نوصخيرو الله نوغوليو فرماج كليجيس إيو برايم منستر كليجيس محمد قبل كران وحو أباهن يهي أمد قرب استاكتو أمد لشقيسو أمد قوبابسو هيلي هو إن لقرب استاكو برلمانك كليس حتى وحما قبان كرو وحالو باحان يهي الدولة دين إيضو اسكو دوبان الله قولا يقرب كوضان إنان استاقنانو طلبات وحاوايا الدولة دو صور لسان دونا إن شاء الله واقي او لحظة بلود يتضوض بلود وحي إهيد او شقيي او سمعاد دمان تقولي يهي الساقة إيا تيم كيسي او تيم كيسي تايو واقاس او زارده سي أها إلهي وحان كرجينينا او سمعاد سمييي إنه تاي اللوات سمعيه هدنا أو وزارة كلا أو تايذي إيقيمه واغا سمعادا سمعيسي كنتي إنه نو إمادان أو ودن كدباتنا هيستو إلهي كسارو أنغان ودن كني وأهلونا يسيدي أنكو نقن لهين إلهي ونطسو عرورتي إنتو كدالتي عروري إنتو كورينا إنو إلهي نسيو وي عن علمي إنتان قدالو وعلينا عن ودن كودي أنكو سوتسنو tan labaad waxaad yeelaysan walaalayaal oo ilaahay inta laga cabsado dadkii hore loo sheegay wixii la sheegay ilaahay wax ziyada oo sheegay aan hadda ma jiraan hal is cafiyo gacna hal is qabsado walaal hal la ahaado qabiil haduu wax taraayo waa aragtay meeshu na taagay maanta wadankaan aan ku noolnahay waxna wuu leeyahay wax sana wuu leeyahay laakiin marka ay wadaniyada timaado xumaantooda iyo samaantooda dhinaca iska dhigan wadanka ayaa ka horeeyo wax kasto waa aragtay dagaal kasto ay ku jiraan USA mar hadii la yiraahdo iyagoo dhan USA isna dhahan annakana waa inaan markii aan aragnay in wadankii uu noo baahan yahay aan wax kasta inta dhinac iska dhigan Soomaaliya aan wada niraahno laba arrimoon arrin kale haday laba goor camal waxaan maqmaqlaayay dhalinyarada meeshaan joogto waxay dhahayaan I'm Somalian Somalian wax la dhah ma jirta caruurta ha loo sheego I'm Somali way Somali baanahay I'm Somali ilay dhahan caruurta ha loo sheego qofkii aan aqoonin ha loo sheego I'm Somalian wax la dhah ma jiraan iyaga waxay ka raacayaan I'm American, I'm Canadian, I'm Italian, what say Maglandan waxay ku leeyeen I'm Somalian. No, I'm not Somalian, I'm Somali. Muhiimadu waxay tahay laba shay oo halkan la isugu yimid soo dhaweynta xaflad loo qabanayo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gurmadka abaaraha sida aan ka fahmay anigu waxaan ka yimid Soomaaliya waxaan ahay xilwanaadii 9aad ee ka horeeyay kan doorashadan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa loo aqoonsaday inay ahayd wixii ugu fiicnaa ee soo maray Soomaaliya 26kii sano ee hadda aan soo dhaafnay wixii ugu fiicnaa bay ahayd ee Soomaaliya soo maray Soomaaliya 26 sano ayaa magacii ka dhintay waxana loo aqoonsaday afar shay ba Soomaaliya loo aqoonsaday afarta shay sheyga ugu horeeya wadan noloshii dowladnimada ka dhacay failure state aan loo bixiyay secondly ama labo wadan gaajo dilootay saddex wadan argagixiso ay dhaxdegtay afar wadan ay burcad badeed ay haysato afartaas ayaa lagu saleeyay Soomaaliya 26kii sano ay la soo dhaafay lama qasaadalnin qabyaaladii iyo qabiiladii Soomaaliya la isku haystay iyo ururadii afartan shay baa waxay u ahayd gundhig hase yeeshee waxa inta badan
isbedelay wadanka inuu dimuqraadiyad gaaray saddexdi madaxweyne ugu dambeysay waxay u kala waxay isu soo bedeleen si dimuqraadiyada aan 2002-2009kii waxaas 2004kii waxaa la doortay Cabdullaahi Yuusuf Axmed 2009kiina waxaa la doortay Sheekh Shariif Sheekh Axmed 2012kiina waxaa la doortay Xasan Sheekh Maxamuud 2017kana waxaa la doortay Farmaajo marka laga soo tago 2002 oo la doortay Cabdiqaasi Salaad Xasan muhiimaddu waxay tahay in isbeddel weyn baa ka dhacay Soomaaliya oo ay u baahneyd shacabka oo ay macnaha sabab Ilaahay uga dhigay xildhibaanadan tobnaad ee hadda joogo muhiimaddeennana waxay tahay inaanan mucaaradin waqtigan oo aan dowladda taageerno lana shaqeyno ra'iisul wasaarihiisa cusub iyo xukuumadda uu soo dhisan doono oo ah wax taariikhi ah oo aan Soomaaliya weli soo marin waxayna idinkaga caddaynaysaa formality ama qaabkii wax loo soo xuli jiray inaan wax loo soo xulin oo qaab ka duwan loo soo xulay waxayna macnaha u tahay sabab la rabo in Soomaaliya jid cusub loogu furo aniga kolley kuma dheeraanayo aad baa u mahadsantiin waxaan u mahadcelinayaa dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkan Ohio dhalinyarada soo abaabushay waa mahadsantiin Soomaaliyeed meel walba ay joogaan madaxweynihii markii la doortay ay isku si ugu dabaaldegeen ay isku si u soo dhaweeyeen ay isku si ugu farxeen arintaas runtii waa arin ka turjumaysa inuusan ahayn madaxweyne matalaya waddan kale dantiis inuusan ahayn madaxweyne matalaya Soomaalida qayb ka mid ah dantooda ee uu yahay xaqiiqatan Soomaali oo dhan madaxweyne matalaya danahooda ka shaqeyn doona waxa walaalayaal sidoo kale na tusaya inay tani ka duwan tahay marka aan aragno dadka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku wareegsan iyo dadka uu soo dhaweysanayo oo ah dad aqoon leh xirfad leh oo Prime Ministerku hadda ugu horeeyo xaqiiqatan Soomaalidu waxyaalo badan baa la isku doortay oo la fiirfiiriyaa laakiin marka aan fiirino Prime Ministerka la doortay aqoontiisa kartidiisa aan aragno aqoonta uu leeyahay inuu ummadan hormariyo walaalayaal waxayna tusaysaa inuu ma aragtay Maxamed Cabdullaahi uu yahay madaxweynihii aan u baahneen haddii Ilaahay idmo A'uudhu billaahi minashaydaan rajiim bismillaahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa dowladda waa u hambalyeynayaa waana taageersanahay waana soo dhaweynayaa gaar ahaan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha hoyaalayey 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 diiwaanka kuma qorin baryaan deelki maansaday hadbaanigoo daayi baan daawada filine waan dareenkii shaabiga dadka celiyay andaliisho watan murtida daci ku ahaaye darwiishkiiyo jamaaliyo sidii dulan iyo aadan madaxweyne lagu diirsado daacada tahaye dardargeli Farmaajow sharcigu waa dastuur qarane xornimadii dalbay yeelato waa la duudsiyaye waa kuwa adunduma tuban raggii daafici lahaaye ciideenna ninkii dool ku yimi yuudiya u qaadan qarankii dayoob iyo amnigiiba qarankii dayoob iyo amnigiibaan daydayay waan daab ku misaamayaa daris wanaagiye degdeg wax uga qabo maxamedow sharaftii duugowday assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam dhammaan waxaan u hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay xafladan quruxda badan ee aan ku soo dhaweynano madaxweyneheena jamhuuriyadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha la magacaabay iyo dhammaan mas-uuliyiinta kaleeto xafladan aan kaga soo qayb galnay oo farxadda iyo quruxda isugu jirta intii ka soo qayb gashay dhammaan waa u mahadcelinaynaa waana mahadsantihiin ariga meeshan waxaan usoo istaagay afka qaaraan qaran baan ku hadlayaa qaaraan qaran waa gruub la aasaasay 2015kii juulaay waxaa aasaasay oo magaca qaaraan qaran keenay oo aan ka keen yacni inaan kula shaqeyna sabab u ahaa
محمد عبد الله فرماجو مدحوينه هذا وحلقة أها مشرح ولي عدين إن أو مشرح نقضه لكن وحن كمل هين ده كي كودي رجلي أو كجرب استعجي إن أو مشرح نقضه أنا كجرب استعجي إنه إلا لاس منتك الحمد لله وكقولي سنتاس وأنا كذا وين إلى يوم هذا إسكال وحن قوم العلين الناس يقولون يحل بعنا لي رجال نور رميي أو رميي وما دا سوماليات ربيتان كذي أهير قليي إلى يوم هذا أنت أكدب قران قران وحي إن تاني 2015 شولاي وحي قبته وحي على بدن أي ومهم سنتهاي إن جرب استعكتو حلقة محمد عبد الله فرماجو وها مشرح إلا وهذا كان نقضي ملح وينه لما أنتاس ودين عوالبا أو تاجرة أو تبرتيا بعند لدينا تاجنين وحنا نوهر قليه تاجرة داس إن عن سماينه كومونيتي سوماليه يدقن مقالة كولومبس يو قبالة كليتو مرايكانكا يو قربها كليه لما هو أمد علينا إن الله لإنتا نقلق إبقادتي خاصة قناعستا هو يوينكا باليارة قفكستا ونو قربسيي نيد دقالة قابكستا نوغو تاجري سيقوني أهو ما العلينا واحد جرى شخصيات يشيرقضو سي آذا نوطا غيري لكن مهير قلن عاو إنا مغايدو ذا سيقوني أشيقنو لكن أنقونا وإن أقنا إلهينا وإن أقيا أمت الصوماليات وإن أقتاي خير بضع الله إذن سيئ وإن ما العلينا مركب وحان سلامي يا مدحوينهين الرئيس الوسارهين حيل دبان كان أحد النوفر دي عاو مرتضى النوء وحان سلامي يا هوينك الصوماليات وقالقة وحن سلام يا أضياش ويلش لأن يرد كل شعبك الصوماليين صوماليين هنولاتو صومالي هاسرعدو صومالي همدودو فرماجنا وصاحبك يا هنولاتو سي سبيشال وحويروا لبا دقيقة أنا إسسية لبا دقيقة بكوس واي عيوما هديك لي سوري فرماج عاده ما هانو هو نعيل ترا عرض سوما هالي علا هدوك قاهديا عدا يمدو هو نعويهنو في ذينيا عرور يوايه النسعة بو عورينيا وإنان قلب عرها بو عدا هاي سنهارين عاصمة دهينه وعنا هيدان عقا هالقنا وعانا قيلي يعديهن عنك صوحنا فيسبوك بريهان بلايا اللي سلا دحمراي بلايا اللي سلا دحمراي برامبور كانا كترش وعدد قرار سنة الدولة نمضى بقى النوع قولين فرماج بارمو هسيبوه جسواها لحيري بلشاد سوهو ماهالي وايهين اي براها روغان عالان كبولوه قبوه بوركا قاهاديا نوال بابوه سكوهو لها هايبوك بيهيغايا عيدان كبابا ايا وادهان كونا بيلاهايا بوكان كايا دو مركبو بوسو يهيليا أننا باقان ما هاينا بريه واينا هم بحنا لكن وحلو باهاي هاي ودن كي لو دعي ودن كي دعو باهاي واحتر بو باهاي هاي سيدا أفكا أغرد هذين ما أنت واسرعنا بالغربا لكن هل بايدين شيقيا ودن كاساق ونبضة وحي الدمية ركبية هايين قبل ما هايين وحكا بعد الدرر هاي ركبية هايين هاد يا روحة ميلة قفر لسلاي وارك حقاقي رو بارلمان كهاد اسبدل كفهمي انت كالله وحان كبرينا انت اسبدل كفهمان دقال كاتشوشين او ايقو هاي الشيين او نبضها النقضين ودن كن نبض بنقنا ياهي قبل اول بولي قد وحيك شقين شرين وناقا أول بعاف فيت قال كان لقش يا جنبي ما انقبر دلهم بعد قبل ماي وارون هذا انقبر تشري لهين رنتي ما أنت حتى صومار أنت سواق أحد ميل مجارتين مركب حاليا هاي إله سبحانه وتعالى أها ودن كان إن ودن ما أنت وفتين إلهي كم عليه إلهي وحنا كبرينا سيد الله وفرح كوي وحقبتين النقدان هل قف كلية وحمق بنكره
لكن wuxuu u baahan yahay dad la shaqeeya oo garbo u noqdo ilaahay waxaan ka baryeynaa in kuwa lagu qanco bulshadu say asag u dooratay loogu wada farxo inay doortaan dawladda inta ka harta lagu soo dhameystiro soomaalida waa xiisad badan yihiin hadiiba ha ka soo horboodin qofka bini'aadamka waxa loo baahan in waqti la siiyo si horeba noo leen kugu sheegay ay hadiibayaana la soo ordin waxa lay baalka gorgorka la dhaho dadka qaar ba markay arkaan waxay raadana abshir awliya noo timid qaarna waxay dhahaan bisinka aboodi waaye marka wuxuu qof walba waxa iga falatid baa iga helaysa waxa loo baahay in waxa khayr fiican loo rajeeyo marka waxaan rajeynaynaa sida shacabku dadka u doorteen inay dawlad fiican noo dhalato barwaaqadii way noo iftiintay maanta maalin noo cusub inay tahay waa la wada sheegay ilaahay subxaana wa tacaala dawlad raag tahay inoo waxeeyo nabadda allaha noo soo celiyo dadkeenna abaaraha iyo dhibaatada haysta allaha ka saaro roob barwaaqo leh oo nabad u keeno oo qashinkii iyo dhiiggii iyo qurunkii xaqa allaha noo keeno dadka qalbigooda nadiif allaha ka dhigo ilaahay waxaanu ka baryaynaa meel walba aan joogno ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dhigo kuwa diinta sheeganaya ka run sheega xildhibaanadana waxaan leeyahay kitaabka aad marteen qaybtiisa hore waa ka run sheegteene markii hadhow dhaqaale yimaadana ka run sheega oo ninkii xil loo dhiibo ilaahay uga cabso masaakiinta cadaalad u noqo dalku wixii ilaahay khayraad uu siiyaa ku filnaanaya hadduu cadaalad bismillaahi raxmaani raxiim magaxaygu waa qadar cilmi yuusuf halkan waxaan uga hambalyeynayaa madaxweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha cusub iyo guddoomihiisa soomaaliya dagaal badan ayay soo gashay laakiin hadda rajo weyn ayaa noo muuqata xafladan caawa isugu nimidna meeshaad kalaadiin oo kolombos ahaayo ilaa 3,000 oo qof ayaa timid marka rajadeena aad ay wanaagsan tahay ilaahay inaa nagu guuleeyo ilaahay inaa nagu guuleeyo maasha allah tabaarakallah asalaamu calaykum dhammaantiin shacabka soomaaliyeed aad iyo aad ayaan idin salaamayaa waa laki muuse waxaan halkan rabaa inaan uga hambalyeeyo dhammaan ummadda soomaaliyeed dowladda cusub madaxweynaha ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha cusub dhammaan golaha baarlamaanka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay guul iyo gobonimo soomaaliya ha noolaataa israacdo insha allah bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed cabdicasiis xaashi oo ku nool magaalada kolombos ohaayo waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo lagu doortay muqdisho iyo salwasaarihiisa uu magacaabay mudane xasan khayr waxaan leeyahay madaxweynaha ilaahay ka dhigo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca nolol iyo nabad bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdulqaadir cali sugulle oo ku nool dalka maraykanka gaar ahaan ohaayo kolombos waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabay xasan cali khayre iyo labada guddoomiye guddoomiyaha aqalka sare iyo guddoomiyaha aqalka hoose waxaan leenahay noolaada dalkana waa inaad ka saadhaan dhibaatada uu ku jiro waxaana rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed waa beryay inuu waa cusub asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa zubeer axmed cali halkan waxaa uga hambalyeynayaa madaxweynaha soomaaliyeed maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaare guddoomiyaha baarlamaanka aqalka sare dhammaan waxaan leeyahay mudane allah ku fududeeyo xilka haysid adiga dhammaan shaqaalaha dowladda sidoo kale waxaan salaamaya xildhibaanada baarlamaanka sharafta leh noo hagaajiyey dowlad fiican insha allah ilaahay waxaan ka baryanaa middii lagu nasto khayr leh ilaahay nooga dhigo asalaamu calaykum calaykum waraxmatullaahi wabarakaat anigoo ah faadimo yuusuf ismaaciil maanta waxaan ku ahambalyeynayaa madaxweynaha anaga sharafta leh maxamed cabdulaahi farmaajo oo ilaahay suka ay keeno oo ku mahad celinaya oo soo xalfada sharafta badan laan ka qiimasoo qiimo galnay iyo ummadda soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u dabaaldegaynaa madaxweynaha cusub maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa khayri soomaalidu waa israaceen baan leenahay dhallinyarada waxaan leenahay itoobiyaanka waddankeena aan ka saarno aan gabre iyo dadkiisa iska celinno soomaalida meel walba ku tabaalaysan haddaan ahay anaga dhallinyarada wax ku baratay qurbaha waxaan leenahay soomaalida ha isku tashteen madaxweynahoodana ha taageereen qoloqolo iyo qabiil iyo waa laga baxay marka waxaan leeyahay farmaajo ha noolaado madaxweynaheennana ha taageerina asalaamu calaykum waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha soomaaliya madaxweyne aad baan kuugu hambalyeynay aad baana kuu jecellahay aad baan kuu soo dhoweynay sidaa annaga kuu soo dhoweynay oo aan kuu jeclaannay inuu ilaahay kuu jeclaado waddanka adkee annagana waa ku daba joognaa waa ku salaamaynaa adiga iyo xaaskaaga iyo dadweynaha soomaaliya oo dhan oo dadka ummadda muslimiinta oo dhan waan salaamaynaa
Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo Salaam aleekum magacaygu waa Cabdiqani Deeriya waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkii si qurux badan bay u dhacday dad wanaagsan ka soo qayb galay waa laga baxay qabyaaladii qashinkii dadku way israaceen Soomaalidu ha israacdo hana tashadaan waliba dhalinyartu si wanaagsan ha uga tashadaan arinta insha Allah waxaan rajaynaynaa arintii inay guul ku dhamaato madaxweynaha sharafta lana waxaan leenahay madaxweyne ilaahay xilka kula qayb ha kula garab galo bismillaahirrahmaaniraxiim allahumma salli ala muhammad halkan waxaan uga mahad celinayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxa igu xiga aan u mahad celinayaa baarlamaanka soomaaliyeed ee sharafta badan ee rayiga iyo rayiga shacabka ku dhaqaaqay waxaan hambalyo u dirayaa boqolkiiba boqol maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo saynab maxamed macallin saaxiibada qaaliga ah maalintay kaambeyga galaysay subaxiibay la soo hadashay ducaan ku sagootiyey iminkana waxaan idin leeyahay guul gobonnimo laakiin mid baan odhanayaa ragga soomaaliyeed madaxda ah baarlamaankana mid baan odhanayaa qof shaqaysta iyo qof nool iyo qof meel taagan anigu kama hadlayo waxaan ka hadlayaa dadka dhalinyarada soomaaliyeed ee liibiya iyo cadan iyo sacuudiga ku baabaasan dhalinyaradaasan ka hadlayaa jeelasha dhalinyarada hindiya ku jirta ee maraykan ku jirta maxamed cabdillaahi hadduu cid wuxuu qabanayo faras uu ka bilaabo waa inay dhalinyarada soomaaliyeed jeelasha ku jira noqotaa hablaha la kufsanayo ee garacyada meel walba ku dhalay ee carab ku dhalay aan soo maray waa in wax laga qabtaa hablaha soomaaliyeed ee liibiyaan ku kufsanayo ma rabna anagu shacab soomaaliyeed baanu nahay anigu carab baan intaa ku soo leekaaday I don't need carab inuu dalkayaga ku amar ku taagleeyo gumaysi baan ku soo noolaa gumaysi ana muwaadin baan ku soo noolaa hadeer ana muwaadina soomaaliya ma rabna gabriye ma rabna united nation ma rabna liibiya ma rabna yeman ma rabna dowla carabiya kulaha ma rabno dhalinyaradayada qoobabkay hablaha ay kugu xidhan yihiin garacay ay dhaleen odayada 70 jirka baa loo xidhay wadooyinka ay ugu xidhan yihiin anigu waxaan idin leeyahay oo aan u dardaarmayaa dowladda iyo dadka maamulaya oo maxamed ka mid yahay ilaahay kor ha ka dhigo ha ciseeyo shabaabkayaga ha nooleeyo annaga ha nooleeyo dhulkayagii nabad ha noogu celiyo abaarta ha naga saaro waxaan ku leeyahay habar yar maanta dardaarankaygu waxa weeye tallaabada u horeed qaadaysa waa inay dhalinyarada soomaaliyeed ee south africa ilbahooda lagu jarjarayo aad ka hadashaa bismillaahirrahmaaniraxiim meeshaan waxaa ka muuqda jawi aad iyo aad u qurux badan intaan oo soomaali ah baxyaalkaan iskugu yimaadeen soo dhaweynta madaxweyne mudane maxamed cabdullaahi farmaajo aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa waanu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay soomaali diid ha jabo ha jabo soomaali diid intanadaal waa isku duubanahay waanu taageeraynaa waanu soo dhaweynaynaa madaxweynaha cusub ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya waxa qaranka iyo dowladnimada iyo isku duubnida diidanna ilaahay naga qabto gabra ma doonayno wiroonni magacayga waxaan weyn sucaad aadash xuseen waxaan rabaa inaan dhaho hambalyo soomaali weyn dhammaan meesha intay kaga nool adduunka waxaan leeyahay hambalyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba soomaaliya waxaan leeyahay maasha allah guul ayaa noo dhalatay gacmo wada jir wax ku qabtaan ha noolaato soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat anigoo maxamed cabdulqaadir sahale meeshaan waxaan hambalyo oga dirahayaa dowladda soomaaliyeed waxaan salaamahayaa madaxweynaha soomaaliyeed maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo aqalka kore iyo aqalka hoose baarlamaanka intaba waa salaamayaa waxaan leeyahay kuwii aan ku nasan lahayn oo xaqayna noo soo dhicin lahaa oo dadkii dalkaba mideyn lahaa ilaahay idinka dhigo waan idin salaamaynaa haddaan nahay bulsho weynta colombos ohio asalaamu calaykum magacaygu waa jiijo muqdisho waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto waxaan u hambalyeynayaa madaxweyneheena soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo caawa xafladan inaba caadi ahayn baa meesha ka dhacday dadkii soo qabanqaabiyey xafladaasna waan u mahadcelinayaa
والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي هو محمد عبد النور إبراهيم محمد ضيوفين وحن كنا والله هاي مقالة كولومبس وحن ربع ما انتهينا وهم بلي يوم مدحوينها دولة الصومالية محمد عبد الله فرماتشو دلني يرى الصوماليات يا قوي هنا الصوماليات يا شعبك الصوماليات وحن لا هي دولة الله شقية وحن نضتك وجب باقينا هنا يوجادان شقاء أي سعية وقبلنا إن لقبنا كرنين أن نقول وكفر حسننا محمد عبد الله فرماتشو يرئيس الوزراء وسود ويننا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. معي هو عبد الرحمن جيل الدعالة وحن هل كانوا جوهم بليين يا دمان شعب وينها الصومالية ملو بيتشوكان أيضا يقوشوا سهويتي وحن جعلان لها هم بليا قارة ودرية مدحينا يا فديسة يا برلمانكا وقولك قارة دورة شدان سيجي سينمانا وسميي دورة شدي أي أمد الصومالية مدو إنسانة دي ودى سوكيين هم بليو الله فضي هوشيسة هل كان الله فضي وما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ما أنت ما أنت وحن ما قاعد أقول بلابي عيدروس عبد الرحمن بوتان وحن أمه هذا علمي مدح وينها جمهورية الصومالية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو وحن كل الله ومدة الصومالية ميلو بالجو قامها لسقب صدو وحي ورا لقيت جاي مركوا قولوا سهويتي وأمد ميل بالجوك ما شاء الله وحن كفر حسنا هاي مدعوين عصب يدول عصب وحن كل ما مقول ذي الصومالي وكلوت اللي وين الله شقي دور الله شقي الله شقي ساعة وحن تياد وحن كفر حسنا هاي دان هاي بوشة كل قن مجال ذا أوهايو إن عن تاجرنا مدعوين هاي رئيس الوزراء هذا الصومالي يدمان مدح الصوماليات كل قن جوجد الكين الصومالية وحنا نقول وحنا نرجعنا مركز توين قرب تاعنا هتانا الشعب الصوماليات وحنا نلنا همبليو إن سدان مانتي تيجوني موجنا تاعير هذا نديم كل غصة بحى إن وحنا نلنا مركز الشعب الصوماليات مانتي تواجد يصير كل صباح مركز ده وحنا نلنا هاي إن قول مركز ده إن سدى عني ما أيان يسولنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا همبل يا همبليو أمد الصوماليين ملل بقى شوكتين دولدة عصب نهشان وقرن كلا وحن كبر يا مدحوناه نجى رزول ساري أنا فحلنا همبليو لا وحن كبر إلى لقرب قلا شعب الصوماليين ملل بقى شوكنا وحد يا ذو فرينا ولا نهاي هنا ثلاث شقينا سفع ولا شقينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن سيد عاو جدا إن حفرة يا مشان كده عادي دوينا نوالب بحاء وحوا إلا وحاسكمتي إلا أفركن شنكن مش وابع استذكر غرب حتى ساكسنا حفلتها سؤال لغودة بالدقي إن دورد عصوب مدحين محمد عبد الله فرماجو وان سود وينينا وان تاجر سنة يا دانا أنا يرد وحيد الله هي سومالي دون كميكس وجوتان هلا تاجر دورد هلا سود ويو وقت أنسين وأنا ما سنتين.